نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، واجدد التحيه مره ثانيه مع انطلاقه شوطنا الثاني عشر في تعداد اشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثاني عشر وهو الخاص بالزمول المهجنات الاصايل لابناء القبائل. المسافه المعتاده والمقرره هي 8 كيلومترات. كما نذكر بانطلاقات الفتره المسائيه، سوف تكون انطلاقه الشوط الاول وهجن اصحاب السمو الشيوخ في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نباري المقدمة، نلحق بالصدارة، وأرى هني الطامي من قاد المجموعة بشعار معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان اللي انطلق وقاد المجموعة واندفع بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى مغامر من الجانب الآخر شعار صالح بن محمد بن سالمين العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرى القدوم في هذه اللحظات. راشد المنصوري، ولكن نتابع 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 زعفران، نتابع زعفران يمع بن عبيد بالدبيلة، من يتابع انطلاقة زعفران اللي انطلق مع المركز الثاني، وعين عين عين على الصدارة، عين على مقدمة هذا الشوط، مغامر مع المركز الثالث وبشعار صالح بن محمد بن سالمين العامري، ولكن انطلق انطلق زعفران، بدأ يباعد المسافة بدأ يباعد المسافة، انطلق زعفران مع هذا التحدي المثير، وسلام سلام يا الخواني سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز. الله زعفران زعفران على الصدارة، تهانينا ليمع بن عبيد بالدبيلة على فوز زعفران، ومشكور أيضا من يقف خلف هذا الشعار بهذا الدعم المتواصل، تهانينا ليمع بن عبيد بالدبيلة على فوز زعفران بالمركز الأول. المركز الثاني يصرف فيه الحنيش راشد بن محمد راشد المنصوري، المركز الثالث مغامر صالح بن محمد بن سالمين العامري، المركز الرابع يصل فيه وهاج محمد بن عمير بن مبارك الكتبي، المركز الخامس وبران لخالد بن حميد بن حارب المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول زعفران إلى خط النهاية، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها. هذه لحظات الوصول، تهانينا ليمع بن عبيد بالدبيلة على فوز زعفران بالمركز الأول 13 دقيقة و31 ثانية، وفاء وتماما تهانينا ليمع بن عبيد بالدبيلة، وسلام يا الخواني سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه زعفران، بينما اللي وصل مع المركز الثاني الحنيش يقطع المسافة 13 دقيقة 32 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد المنصوري واللي وصل مع المركز الثالث. ثلاثة عشر دقيقة 35 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، توقيت مغامر، تهانينا لصالح بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا لجميع